صحى يا نايم صحي النوم، يلا بسرعة صلي وصوم. شهر عبادة لكن كالعادة بيجي وبيخلص في كام يوم. وعلى الله حكايتنا، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج على الله حكايتنا. هكون معاكم أنا وزميلتي سارة مصطفى. كل سنة وأنتي طيبة يا سارة. وأنتي طيبة يا ولاء، إزيك عاملة إيه؟ كل سنة وأنتي طيبة، وكل سنة والسادة المشاهدين كلهم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم يا رب. وإن شاء الله ما تخرجوش من رمضان إلا وكل واحد مجبور الخاطر ومحقق كل اللي نفسه فيه يا رب. على الله حكايتنا النهاردة إيه يا ولاء؟ على الله حكايتنا النهاردة هنتكلم على روح رمضان بين زمان ودلوقتي. تفتكر اختلف كتير؟ آه، بس إحنا المفروض كنا نتكلم عن الطبخ. لا، ما احنا بصي يعني احنا جايبينك النهارده، طبعا احنا عارفين انت شيف فظيع جدا، بس مستر ايهاب نصار اتفق معانا ان احنا عشان نكمل البرنامج والقناه ترضى تعرض البرنامج مش هنتكلم النهارده عن وصفات. لا بس احنا المفروض هنيجي عشان نعمل الناس الطبخ ونعمل الوصفات الجميله اللي المفروض ناكلها في رمضان. طبعا احنا هنتكلم عن كل ده، بس تيجي نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم. استنونا بعد الفاصل. استنونا بعد الفاصل. يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. وعلى الله حكايتنا، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنكمل مع سارة. قولنا بقى يا سارة، تفتكري رمضان اختلف كتير زمان عن دلوقتي؟ اختلف كتير يا ولاء، اختلف كتير جدا جدا عن زمان. زمان كنا بنستنى رمضان من أول رؤية الهلال، من أول ما المفتي بيقول خلاص إن بكرة رمضان، كنا بننزل جري نحضر نجيب السحور عشان تحضير السحور بالليل، وكانت الجوامع بتستعد للصلوات بتاعة التراويح. أحلى حاجة في رمضان بقى التليفون الأرضي، ما كانش بيبطل رن، كنا عارفين إن التليفون اللي جاي ده خالته اللي هتتصل، عمته اللي هتتصل، ما كانش فيه بقى زي دلوقتي الفيسبوك والمكالمات والرسايل اللي فيها، دلوقتي إحنا بنعيد على بعض كده بالرسايل، لكن زمان كنا التليفون الأرضي ده بالنسبة لنا بتبقى فرحة الدنيا لما بيرن وبنسمع صوته مش أكتر من كده. لا وكمان يا سارة، إحنا كنا بنستنى أول يوم رمضان أو أول ثلاث أيام في رمضان، إحنا عارفين إن أول يوم هنبقى مثلا في بيت العيلة الكبير وبنتجمع كلنا على سفرة واحدة، حتى الناس اللي فيه بينهم مشاحنات أو زعلانين مع بعض كل ده كان بيتنسي، بترمي ورا ظهرنا ونتجمع كلنا على سفرة واحدة، والطبق اللي طالع ونازل عند كل الجيران من أول شهر رمضان لحد آخر شهر رمضان اللي ما بيخلصش من أي حلويات أنت بتعمليها أو أي حاجة حلوة بتبقى بينك وبين جيرانك طول اليوم. فاكرة بقى أحلى حاجة كمان كانت اللي قبل الفطار، الساعة اللي قبل الفطار اللي فيها عمو فؤاد وفيها الشيخ الشعراوي، وكنا نقعد نستنى المدفع، صوت المدفع عشان يضرب، كانت بتبقى من أجمل اللحظات اللي احنا بنقعد نستمتع فيها بالصيام. وكمان كانت من أجمل اللحظات كمان وانت بتستني المسحراتي. المسحراتي يمكن عشان ظروف اللي فيها البلد بقالنا كام سنة، يعني سنتين تقريبا عشان الحظر والكورونا، فالمسحراتي ما بقاش يعدي زي الاول، لكن كان زمان المسحراتي ده كنا دايما بنقعد نستناه ونقف في البلكونات، وكمان نخليه ينادي باسامينا انه يقول اصحى يا فلان عشان تتسحر، ولا طب قول فلان عشان تتسحر. طب استني بس، انت قبل المسحراتي كنت بتتفرجي على الاكشكيف؟
والف ليله وليله. طبعا عايزه اقول لك ان الف ليله وليله انا كمان ما كنتش بستناها في التلفزيون. على فكره الجيل اللي دلوقتي ما يعرفش يعني ايه الاشكيف، ما يعرفوش يعني ايه الاشكيف، ما يعرفوش عشان يعني هم اصلا مش بيخافوا من الاشكيف، يعني هم حتى انت لو جبتي لهم الاشكيف مجسم مش هيخافوا منه. انت عارفه كمان ان كان مش التلفزيون بس اللي كان بيعرض الف ليله وليله، كمان كانت اذاعه القاهره الكبرى كانت كل يوم الساعه 5 او الساعه 10 بالليل كانت بتجيب حلقات الف ليله وليله، وكنت بتسمعيها وانت كانك شايفاها قدامك. يعني روح رمضان مش مرتبطه طبعا بالافلام ولا المسلسلات، لكن كانت في ريحه رمضان، كان في ود، كان في تعاطف، ما كناش محبوسين جوه السوشيال ميديا، جوه التليفونات بتاعتنا. قولي لنا بقى كانت ايه اكتر حاجه كنت مرتبطه بيها في رمضان؟ يعني مثلا اكله معينه بتحبيها قوي في رمضان؟ عايز اقول لك ان كان الشهر ده كان كل الناس محش. اول يوم رمضان عامله محشي وبط، كله كان عامل محشي، ده لازم، ده اساسي في كل العزومات بقى، كان بيبقى في بيت العيله الكبير، في بيت الاب او الام او الجد او الجده، كان لازم المحشي ده حاجه اساسيه، وبيبقى العيله وعيله العيله كلهم بيبقوا متجمعين، المتخاصمين والمتصالحين والدنيا، كانوا بينسوا كل حاجه، واول يوم رمضان لازم يبقوا متجمعين. دلوقتي ما بقاش حد اول يوم رمضان، كل الناس بقت تفطر لوحدها، حتى لو عارفين ان انت ممكن تكوني بتفطري لوحدك ما عندهمش مشكله، ما بتفرقش بالنسبه لهم. الحاجات دي عدت، يعني الاول ما كانش كده، اما الام بترفع سماعه التليفون تجيب ولادها وتجيب الاخوات والجده تجيب ولادها كلهم والولاد يجيبوا بعض، الكلام ده كان بزمان بيخلي عندنا روح العيله وروح التماسك، وحاجه جميله قوي بتحسسنا بفرحه رمضان وبهجه. طيب رمضان، احنا عايزين بس نسالك على حاجه كده مهمه جدا، طبعا احنا عارفين ان حضرتك من مشاهير السوشيال ميديا في اكلاتك ووصفاتك الرائعه. لا بالراحه يعني مش قوي كده، هي انا بعمل حاجات بسيطه على قدي، بس هي طلعت بايظه وغلط. العزومات بقى انت يعني العزومات اللي بتجي لك بتجسكي والناس بتاكل الاكل ده ولا الناس بتبقى فطرانه في بيتها؟ يعني الناس اكيد بتبقى فطرانه الاول في بيتها وتجي لك بعد الفطار يعني عشان يجبروا بخاطر. لا لا مش قوي كده، انا بعمل عزومات حلوه الحمد لله، بس يمكن هو اتاخد عليا ترند غلط. ان انا بحرق يا جماعه، طلع لكم صينيه الكنافه اللي بتنزلها. انت عارفه بقى اصل الكنافه كان ايه سببها او ايه سبب ارتباطها برمضان؟ اصل الكنافه والقطايف. شوفي يا ستي، اصل الكنافه دول طب ليه مربوطين ببعض؟ ليه مربوطين ببعض؟ اقول لك انا، الكنافه والقطايف كانوا من ايام اواخر العصر الاموي وبدايه العصر العباسي، فكان معاويه بن ابي سفيان كان بيشتكي للطبيب بتاعه ان هو بيحس بجوع جدا في الصيام، فالطبيب بتاعه شار عليه ان هو ياكل كنافه، يعني وصف له اكله الكنافه وقالوا ان هي بتشبع الجوع. فابتدى معاويه بن ابي سفيان وكان اول واحد يصنع الكنافه او تظهر الكنافه في عصره، وابتدى يعمل الكنافه، وابتدت الكنافه تتشكل في العصر العباسي والعصر الاندلسي، وابتدوا ان هم ياخدوها ويشكلوها بقى الكنافه النابلسيه واللي بالجبنه، وبقت كل إيه بلد. يعني الكنافه النابلسيه دي من زمان مش من دلوقتي؟ من زمان جدا، ومن اهل الشام. يعني اهل الشام جميل جدا جدا جدا، يعني انت عارفه ان بعض الاقاويل بتقول لك ان اهل الشام هم اصلا اساس الحلويات، او هم خدوها من بعد الفاطميين والامويين وابتدوا هم يحطوا روح اهل الاندلس او اهل الشام عليها، يدخلوا بقى فيها الجبن، يعني بقت في اللي هي الكنافه اللي محشيه بالجبنه والحوادق او بالمكسرات، يعني زي برضو الحاجات اللي انت بتعملها ترندات كده في الكنافه، يعني انت برضو بتقدم لنا كنافه ما اكلناهاش قبل كده. يعني اختراع يا جماعه، انا بحاول اعمل لهم تجديد في حياتهم بس هم مش مقتنعين. طبعا جدا. حكايه القطايف بقى ان كان في سلطان، كان زمان الطهاة كل واحد عايز يتقرب للسلطان، فيتقرب له ازاي؟ فكل واحد يعني يطلع كده وصفة أكل تكون جديدة، ففي حد من الطهاة اخترع نوع من الفطاير تكون صغيرة في الشكل ويكون جواها مكسرات أو محشية بأي حشو، وابتدى يعملها ووزعها على المدعوين عند السلطان، وابتدت تطلع الناس كانت بتخطفها فطلعت كلمة قطايف. قطايف معنى العلم دلوقتي القطايف اصلا بتتحشي كل حاجه، جبنه غير ان هي مش للحلو بس، هي قولي لنا بقى وصفه كده من وصفاتك في القطايف. حاجات بسيطه يا جماعه، حطوا جبنه والحاجات البسيطه بتاعتنا. لا بجد والله فعلا حاجات زمان دي كانت حاجات جميله جدا، وبجد احنا طبعا هنستنى اتصالات المشاهدين، الارقام هتنزل على الشاشه، شاركونا بروح رمضان وقولوا لنا بتحبوا ايه في رمضان واكتر حاجه مرتبطين فيها من رمضان من زمان لدلوقتي. وكمان ما تنسوش بقى اكتر مسلسلات وحاجات حلوه كنتوا بتتفرجوا عليها في رمضان. فعلاً. عايزه اقول لك ان لاحظي ان كان زمان التلفزيون كان يعني مقتصر على القناه الاولى والثانيه والثالثه، ما كانش في غيرهم، كنا بنبقى مبسوطين جدا يعني كنا فرحانين جدا جدا ان احنا مش بنتفرج غير على القنوات دي. كنت بتقعدي كلك يعني كلنا بنتلم والاطفال كلها تتلم والاخوات، ونقعد بقى نجيب القطايف والكنافه والتسالي ونقعد قدام التلفزيون نتفرج على المسلسلات. طب انت دلوقتي بتتابعي، عندك شغف ان انت تتابعي مسلسلات وحاجات كده؟ لا مش زي الاول. مش زي الاول، زمان كان ممكن يبقى المسلسل الساعه 1 بالليل، والساعه 1 بالليل ده بالنسبه لنا كان حاجه احنا كده سهرنا يعني جداً. مش زي دلوقتي بنقعد. لا كنت اقعد اتابع، فاكره انت مسلسل قطز؟
وكان ارابيسك وكان ليالي الحلميه ومسلسلات كانت ليها قيمه وقامه. دلوقتي يا ساره اطفالنا ما بقوش كمان مرتبطين برمضان زي زمان. احنا كان زمان مرتبطين جدا بفرحه رمضان بلمه العيله، وكنا بقى مستنيين جده وخالته ولمه العيله، نبقى ملمومين كلنا على سفره واحده وبنشوف بعض، لدرجه ان القرايب اللي بيبقوا مسافرين في مثلا محافظات تانية بنعرف بعض، وبدي اهل ولاد العيله يعرفوا بعض اكتر. دلوقتي بقى ما فيش ده، لا مش موجود يعني معظم ولادنا كمان. تفتكري طب مشاغل الحياه ممكن نديهم عذرهم ان مشاغل الحياه زمان كانت مشاغل الحياه برضو كتير يا ساره، بس كانت الضغوط غير دلوقتي. ممكن. يعني ممكن نقول الضغوط غير دلوقتي، برضو احنا ندي عذرهم. في دلوقتي امهات، زمان كان امهات بتشتغل، ما بتشتغلش قصدي، وفي البيوت. احنا معانا مكالمه، طب نقول الو. الو الو. طيب على ما يجهزوا لنا الاتصال. ما طيب. كانوش بيشتغلوا الامهات، فكان ممكن يبقى الدنيا. طب معانا جورج، نقول الو. الو الو، مساء الخير. خير، كل سنه وانت طيب وبخير ورمضان كريم عليك وعلينا يا رب. بصراحه البرنامج بتاعكم برنامج شيق وفكرنا بايام زمان. الحمد لله. وحفلات زمان كده وقعده زمان. قول لنا بقى يا جورج. واستاذه يعني ساره طبعا مشهوره في الاكل. طبعا. انا متابع استاذه ساره وصفتها بصراحه. ربنا يخليك. طبعا متابع اكلاتها وجرب مش هتندم. بس يعني انت وانت بتجرب اكلها تكون مجهز عربيه الاسعاف، وتكون مجهز الاسعافات الاوليه. أكيد طبعًا. والفوار والحاجات دي، انت فاهم طبعا. اكيد طبعا. الحاجات دي ليها يعني ليها طقوس قبل ما تاكل. طب قول لي ايه اكتر حاجه كانت بتحبها زمان بس مش لاقيها دلوقتي؟ الكنافه. الكنافه. طب كنافه موجوده. موجوده زمان بنحشيها كريمه. انت بتدفنها زي كده بس. الكنافه. طب ما دلوقتي الكنافه بتتعمل بكذا طريقه يا جورج. بنحشيها بسبوسه. لا انا عايز اقول لك كمان دلوقتي بيدخلوها في الاكلات، يعني دلوقتي في كنافه بالجمبري وبيدخلوها فرنجه وكوارع وحاجات كده جديده، يعني تقدر تاكل حاجه زي كده. ايه ده؟ لا ثواني يا استاذ جورج. لا ده في ناس فقدتك. ثواني، في ناس فقدتك. لا ده كده مش اختراعي، انا ارحم على فكره من اللي هي بتحكيه دوت، يعني انا كده ارحم من اللي هي بتقوله. انا لقيت رنجه دخلت في الكنافه. طب قول لنا يا جورج، احنا عارفين ان يعني لينا اصدقاء مسيحيين وهم بيصوموا، انتوا بتصوموا زينا، يعني انتوا كمان بتحبوا فرحه الصيام زينا، او يعني وجودكم معانا يعني بتقولوا ان احنا لا نفطر مع بعض؟ وبالعكس شفنا موقف رجولي منكم جدا في حادثه القطار بتاع طوخ اللي كان من كام يوم. عايزه اقول ان كان في مجموعه يا ساره من الاقباط مصر طيبين، عملوا وجبات وعملوا فطار ونزلوا للقطر اللي كان عطلان على الطريق وعملوا وجبات للناس، وراحوا للناس في المستشفيات عشان يساعدوهم ان هم يفطروا. صراحه كلنا اخوات وكلنا ايد واحده مع بعض، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه كلنا ان شاء الله. ولازم كده، ده لازم اللي يكون بيننا ان احنا نفضل في ظهر بعض على طول، ومحدش فينا يسيب التاني ابدا. قول لنا يا جورج، عايز تاكل ايه من ايد ساره؟ اتفضل حضرتك، الاوبن بوفيه موجود. يا رب بطاطس. انا لقيت اصلا حاجه كده غريبه، فمستني بقى الاخر اللي هيحصل ايه. اللي هي ايه؟ الاطباق. ما هم خدعوني. انه استاذ ساره هتطبخ لنا في الاخر. ما هي هم خدعوني، هو كان المفروض اطبخ بس هي بتقول لي ما فيش طبخ. لا انا مش عارفه اعمل ايه. استاذ ايهاب نصار قال لنا، بص انا هقول لك بقى، انا هفتن على الهواء. مستر ايهاب نصار المنتج قال لنا يعني احنا عشان نكمل البرنامج مش هينفع ان ساره تعمل اكل، يعني ده اكراما لينا واكراما للناس اللي هتتفرج، لكن احنا يعني هندخلها في مود ان احنا نعمل اكل برضو، يعني مش انا دخلت بعد حضرتك مكالمتك الجميله دي. انا خلاص مبسوطه جدا وعرفت خلاص ان الموضوع كبر مني خالص، فلا انا هبطل لكم وصفات الهايله. دايما يا رب. بنشكرك جدا يا سيدي. شكرا ليك وكل سنه وانت طيب. بالتوفيق. هنطلع لفاصل يا ساره، وبعد الفاصل نرجع نكمل. وانت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي
هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا تاني بعد الفاصل، وعلى الله حكايتنا. على الله حكايتك يا سارة. على الله حكايتك يا ولاء. قولي لنا بقى يا سارة، عارفة أصل أغنية وحوي يا وحوي؟ لا. عارفة الأغنية دي أصلا غنوها ثلاث بنات وكانوا أيام الإذاعة المصرية، وكانت الأغنية دي رايحة لأشخاص تانيين، بس هما خدوا الأغنية دي واتغنت بطريقة جميلة جدا، وكان يعني كل الأطفال وكلنا مرتبطين جدا بالأغنية دي. بس أنت عارفة أصل كلمة وحوي يا وحوي إياحة دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ وحوي يا وحوي دي من ايام، يقال ان هي من ايام القبطيين، يعني كلمه قبطيه، وكانت بمعنى وحوي يا وحوي بمعنى اقترب، واياحة القمر او الهلال، فيعني اقترب الهلال او القمر. فكانت الاغنيه دي بتتقال على نهايه شهر شعبان وبدايه دخول شهر رمضان، اللي هي يعني ان القمر بيحتفلوا بقدوم القمر او بقدوم الهلال رمضان واختفاء هلال شعبان. فوحوي وحوي اياحه اللي هي اقترب القمر. بصراحه يا ولاء اصلا الاغاني بتاعه رمضان كلها من اول ما رمضان بيبتدي لحد اخره لغايه ليله العيد احلى اغاني ممكن تسمعيها لغايه وقتنا هذا اللي احنا فيه دوت. الاغاني ديت لو احنا ما سمعناهاش ما بنحسش ببهجه رمضان والفوانيس وحلاوه الفوانيس اللي في الشارع وحلاوه الزينه. فاكره الزينه زمان كانت عامله ازاي؟ كانت جميله جدا. بس تيجي نشوف صابرين معانا، نقول الو ونشوف احتفالاتها برمضان كانت عامله ازاي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. قلت صابرين؟ لا ما انا اسمي فتح الله صبري. فتح الله صبري، اهلا بيك يا استاذ فتح الله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. والله بالنسبه لرمضان زمان كان احسن من دلوقتي كتير. حتى انا كنت عاوز اشتري فانوس، ما لقيتش فانوس بتاع زمان ابو شمعه اللي هو بتاعنا العادي. لا موجود، هتنزل المعز تلاقيه في الحتت دي، في المعز وفي باب الشعريه وفي وما عادش زي الاول. في اطفال بتبقى بتلعب بالفوانيس في الشوارع زي زمان. يعني جلد جوي اللي هي انت قصدك على الفرحه، فرحه رمضان. فرحه رمضان بتاعت زمان جلد جوي. وبعدين انت شكلك من الصعيد يا فتح الله. استنى بس، استنى يا فتح الله، ما تاخدناش كده في الكلام. انت شكلك من الصعيد، انت منين من الصعيد؟ لا انا من البحيره. من البحيره. طيب قول لنا اهل بحري كانوا يعني ايه الطقوس عندكم؟ يعني زي كده يا ساره، في كل بلد او كل محافظه بيبقى لها طقوس خاصه كده في رمضان. انت استقبالك بقى لشهر رمضان عامل ازاي في البحيره؟ زمان كنتوا بتستقبلوا ازاي؟ لا زي مصر كلها، ما دينة رمضان على فكرة مصر كلها يعتبر يعني عادة تقاليد واحدة. مصر كلها دينة رمضان، الأكل، الكنافة والقطايف طبعا ده أساسي في رمضان. طب قول لنا بقى الحاجة مامتك ربنا يديها صحة لو موجودة، كانت زمان بتعمل لكم الأكل؟ يعني كان زمان بيعملوا الأكل مش زينا، يعني مش على البوتاجازات. كان في زمان في البيوت الفران اللي هي عارفة أنت اللي هي بتتبني بتيجي والخشب وبتعمل عليها الأكل كده اسمه على الكانون، وعلى فكرة بيبقى طعمه حلو جدا، جدا. كانوا بيسووا عليه المكس والأكل كله. على فكرة أقول لحضرتك إن الفرن الطين لسه موجود لحد دلوقتي في الكرة المصرية. يمكن أنا من قرية ومعظم البيوت عاملين فران طين قدام البيت بيطبخوا فيه ويعملوا عليه الأكل. يخبزوا العيش، لسه بنقول العيش يا تحفة. كل سنة وأنت طيب يا فتح الله، ورمضان كريم عليك، وبنشكرك جدا على اتصالك. هو من الواقع إن الناس مفتقدة رمضان زمان. روح رمضان. اهم حاجه عايزه اقول لك ان انا السنه دي بجد ما لقيتش حد يجيب لي فانوس، رحت اشتريت لنفسي بوجي طمطم. ايوه بوجي طمطم والله، وحطاهم قدامي يعني في البيت. مفيش فانوس فرحت اشتريت بوجي طمطم. لا ما هو الفانوس ده ما ينفعش تجيبيه لنفسك. طب بقول لك ايه، فانوس يجي لك هديه. سيره بوجي طمطم، فاكره انت بقى بوجي طمطم بعد الفطار، وبكار بعد الفطار، وبكار وكمان بقى حلاوه الكاميرا الخفيه زمان. انت عارفه مين اول حد عمل الكاميرا الخفيه؟ طبعا اسماعيل يسري. الله. ده كان عايزه اقول لك ان هو كانت الكاميرا الخفيه ساعتها
مش افتعاليه يا ساره، دي حقيقه. كانت بصي بكل يعني فعلا مواقف حقيقيه بتتعمل في الشارع مع الناس. احنا كنا بنضحك يا جماعه من كل قلبنا بجد، احنا كنا بنضحك لدرجه ان عينينا بتعيط. يعني دي كانت حاجه حلوه قوي قوي احنا مش لاقيينها دلوقتي. فدي كانت الحاجات البسيطه جدا. ابراهيم نصر كان بيعمل على فكره مواقف موسم. بسيطه جدا. طيب احنا معانا اتصال يا ساره، نقول الو. استاذ امل. الو. الو، كل سنه وانت طيبه. الو. الو، اهلا بيك، اتفضلي معانا على الهوا. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه يا استاذه امل. وحضرتك طيبه. قولي لنا بقى، في فرق بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي؟ طبعا. ازاي بقى؟ قولي لنا، كنت روح رمضان بالنسبه لك زمان كانت عامله ازاي؟ روح رمضان اللمه بتاعت العيله طبعا. دلوقتي مفيش حد بيتلم على ترابيزه واحده يعني. طب انت ما فكرتيش رمضان دوت يا استاذه امل ان انت تجيبيهم؟ تفكري انت اول يوم تبتدي بحاجه زي كده، او يوم من ايام رمضان احنا لسه قدامنا بقيه رمضان، تفكري ان انت تجمعي اخواتك مثلا مره او يوم؟ طبعا لازم انا اجمعهم يوم كامل معانا طبعا. انت عارفه يا استاذه امل، احلى حاجه دلوقتي احنا ممكن نعملها ايه في ظل برضو الظروف؟ ما تبقاش العزومات زمان كانت بتبقى كل ما تشتهي نفسك بتجيبيها. دلوقتي برضو بالنسبه للظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، ممكن الاسره ما تقدرش تقوم بعزومه. فدلوقتي اسهل حاجه ممكن نعملها ايه عشان فعلا ما نفقدش ان احنا نرجع اللمه تاني بتاعه الاسره؟ ممكن كل حد يعمل حاجه. بالظبط، يعني كل واحد شاطر في حاجه حلوه يعملها ومش عيب على فكره. يا امل، انت شاطره في اكله ايه؟ ايه اكتر اكله انت شاطره فيها؟ ملوخيه. الله. ملوخيه. الله. قولي لنا كده، قولي لنا تكاتك ايه بقى في الملوخيه؟ يعني بعملها كده بكزبره ناشفه. طب انا اقول لك بقى، اقول لك في ناس بتحط قوطه على فكره. طب استني بقى، انا هقول لك على تكه حلوه قوي للملوخيه. انت بتجيبي الملوخيه خضراء وبتحطي عليها كزبره خضراء وفلفل وقرن فلفل اخضر وكام فص ثوم نايين، واعملي كل ده اخرطيه مع بعضه، وتكون الشوربه بتاعتك طبعا مجهزاها بقى بالطماطم زي ما ساره بتقول، ومصفياها وحاطه البهارات بتاعتك، وتعملي بقى الملوخيه وتعملي الطشه بتاعتها في طاجن، واشربي احلى ملوخيه وادعي لي. هي دخلت دلوقتي في تخصصي يا استاذه امل. ادعي لك طبعا. شكرا ليكي جدا، وانت طيبه. وانت طيبه، رمضان كريم عليكم يا رب، ودايما متجمعين في الخير يا رب انت وكل حبايبك. قولي لنا بقى يا ساره، لما يعني انت امتى بقى تعملي لنا عزومه الفطار لينا والكل اللي ورا الكاميرات احنا مدبسك على الهوا؟ لا هعمل لكم طبعا. انا بس كنت يعني محتاجه اقول حاجه بسيطه جدا. اتفضلي. احنا دلوقتي الحمد لله برضو في نعمه كبيره يا جماعه، يعني مش معنى ان احنا افتقدنا حاجات كتير من زمان مش موجوده برضو دلوقتي احنا مش في نعمه، لا احنا في نعمه كبيره. ليه؟ زمان كانت برضو في امكانيات على القد، دلوقتي انت عندك كل حاجه متاحه، في امور كتير جدا متاحه، في عندك احنا ممكن نستخدم 100 لون، يعني احنا قدامنا دلوقتي اطباق وقدامنا حلل ليها اشكال والوان وحاجات، فانت بتبقي واقفه في المطبخ برضو مبسوطه. واقفه في المطبخ بوظي براحتك. بتختاري الصينيه اللي بوظي فيها الاكل عشان لما تيجي تتغسل تبقى كويسه. فلا بتخلي ولادك يستعدوكي في المطبخ يا ساره؟ دي حقيقه. بيعملوا دي حقيقة. يعني بيعملوا وجبات كده؟ يعني لا مش وجبات يعني، لو هم جربوا حاجه زي كده. لا ولادي بحاول ان انا على قد ما اقدر كده اشاركهم في الموضوع، عشان لازم يتعودوا على كده. يعني لازم الاولاد ايا كان صبيان بنات، لازم من صغرهم تعودوهم على كده، تعودوهم ان واقفين مع ماما في المطبخ بيحضروا معاها الفطار، بيحضروا معاها السحور. فدي معانا استاذ هاني، ونقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا فندم، رمضان كريم عليك وعلى الامه الاسلاميه. الله يبارك لك يا رب. عليك يا رب. قول لنا بقى يا استاذ هاني، البرنامج بتاعكم ربنا يوفقكم والله يعطيك العافيه. الله يخليك. البرنامج جميل جدا. ربنا يخليك يا استاذنا، ربنا يخليك. قول لنا بقى يا استاذ هاني، بتخش المطبخ بتعمل فطار مع المدام كده في في البيت ولا لا؟ وايه احلى اكله انت بتعرف تعملها؟ انا طول عمري متغرب، انا بس انا في مصر حاليا، فبحضر ايام طبعا انت عارف اجواء رمضان في مصر حاجه ثانيه غير الغربه. ايوه صح، بس اكيد ما انت بما انك في الغربه يبقى لا يبقى كده طباخ ماهر. صح، ما انت فاهم حضرتك، احنا قاعدين بقى في دوله ثانيه، فاحنا غصب عننا يعني هتطبخ مش هتاكل خالص كيف، مش هتاكل اروح كل بقى اقضيها بره تيك اواي والكلام اللي ملوش معنى ده. صح. ايه احلى حاجه بقى انت بتتابعها في رمضان في مسلسلات رمضان زمان؟ نفكرك بقى بمسلسلات زمان، احلى حاجه كنت بتتفرج عليها ايه؟ والله يا فندم احلى حاجه ايام زمان حضرتك، فين فوازير الفنانه شريهان الله يعطيها العافيه، ربنا يعطيها الصحه والعافيه. فين فوازير عمو فؤاد الفنان القدير؟
رحمه الله عليه فؤاد المهندس، استاذنا فؤاد المهندس. طبعا مع العلم كمان انت فاكر ليالي الحلميه جت كام جزء في رمضان ليه. وكنا بنستنى الاجزاء دي والله. بنستناها من رمضان والله. لرمضان يا فندم. ايوه يا فندم والله يعطيك العافيه. طبعا الاجواء اللي كانت زمان جميله دلوقتي ما تعرفيش في ايه، الناس تعبانه ليه والناس مش عارف في ايه، الكره ده والكراهيه ده، يعني انا اسف في اللفظ، يعني هو النت مش عايز اقول بقى بجميع وسائل السوشيال ميديا، هو ده اللي والله ده ما عادش فيه ود زي الاول. لسه كنا بنقول ان كان زمان بنرفع سماعه التليفون على بعض ونهني بعض او تيجي زيارات والزيارات ما كانتش بتتمنع عن البيت، لكن دلوقتي بقى كله بيبعت رساله على طب تيجي نبتدي بقى يا استاذنا من على الله حكايتنا ان احنا اللي نجمع الناس دي كلها، ايه رايك؟ رب يا ريت والله يا فندم والله مبادره كده من عندنا هنا ان احنا نجمع كل الحبايب والقرايب والناس المتخاصمين يتصالحوا، لان صله الرحم دي حاجه مهمه جدا وما ينفعش ان احنا نقطعها كمان في رمضان. قول لنا كنت بتستنى المسحراتي يا استاذ معايا؟ كنت بتستنى المسحراتي؟ نعم يا فندم. وانت صغير المسحراتي كنت بتستناه وبتنزل تستناه في الشارع ومعاك الفانوس والكلام ده؟ كانت اجواء جميله حضرتك والله. بتخليني انده على اسمك؟ والله يا فندم ايام جميله بتاعت زمان، وكان الفلوس فيها بركه والعيشه فيها بركه، وده بيحب ده وده، حتى لو الجيران او طبخوا حاجه بيودوا لبعضيهم. دلوقتي بقى ما عادش الكلام ده خالص. طب انت ايه اشهر طبق بقى كان بيطلع لك من الجيران طبق رمضان؟ والله يا فندم معروف الكنافه الجميله، متربيين احنا على الكنافه الجميله والقطايف بتاعت زمان الجميله اللي ما عادش لها طعم زي الاول، اللي يعني بقول يعني نسال الله عز وجل أن يزيل الهمة والبلاد مع الوطن العربي كله يا رب والعالم كله يا رب يا رب. بنشكرك جدا لسنة وانت طيب. أحلى أجواء في رمضان يا فندم في مصر والدنيا طبعا. طبعا أكيد ربنا يحميها يا رب. طبعا سافرنا ورحنا يا فندم والله، رحنا أوروبا ورحنا دول عربية ونرجع تتعمل يوتيوب ونرجع تاني البلد. أنا أعشق تراب بلدي وأفتخر إن مصري، لأن مصر أم الدنيا فعلا. اهلا بيك في مصر ومنور بلدك، وربنا يعني يكمل غربتك على خير وترجع بلدك وتنورها. كل سنه وانت طيب. نشكرك للاتصال. انا حاليا في مصر، انا كلامك وانا من مصر حاليا. اهلا بيك. الحمد لله على سلامه حضرتك وكل سنه وانت طيب وكل حبايبك بخير يا رب. كملي لنا بقى يا ساره. انت جوعتيني. انت جوعتيني. انت بعد طشه الملوخيه دي جوعتيني. حرام عليكي لسه بدري على المغرب. جربي طشه الملوخيه ديت وطريقه الملوخيه دي وهتشكريني عليها. انت كده بتخشي في تخصصي. طب انت بتعملي الشهقه في الملوخيه؟ فاكره اونيس؟ طبعا تحيه كبيره جدا للفنان محمد صبحي، اشهر حد عمل الشهقه في السينما المصريه. بتعملي كده فعلا؟ لا ما بعملش كده. انا ولادي بيعملوا كده. لا مش بعمل كده. ما بتعملش كده في لا مش بعمل كده. هي دي اساس انا لو عملت كده ابني يقول لي كورونا. يقول لي كورونا ما يشربش منها. والله فعلا خلي بالك الولاد الفتره دي كده. ايوه بس اي حركه بتعمليها انت كده بتبوظي التراث. احنا التراث بتاعنا الشهقه اكتر مننا مبوظه كده. يعني مش عايزه اكتر من التمويز اللي حصل. هعمل ايه طب؟ طيب في كمان يا ساره كان زمان برضو كان احنا بنعمل الفوانيس بنفسنا في البيت. كنا بنعمل الزينه كمان. والزينه وكنا يعني اولاد الحته كده يلموا بعض، يلموا من بعض فلوس. دلوقتي العيال بتيجي تلم الفلوس ما بتعملش زينه. والله بجد بيجي ياخد الفلوس وبص في الشارع ما فيش زينه بتتعلق. طب انت فاكره بقى اشهر زينه كنا بنعملها ايه؟ الزينه كنا بنجيب الجلاد الفرخ الكبير ده ومسلفات. الكتب القديمه. الكتب القديمه كمان بقى الزينه اللي هي ايه؟ المفضده رول كده عامل ما هو الرول ده وندخل معاه ورق الجرايد او ورق الكتب القديمه دي ما كانتش بتترمي. كنا نقعد نعمل المثلثات ونعملها على الشريط ونركبها حتى قدام باب الشقه وفي الشارع ونستنى الفانوس اللي يتعمل في الشارع. كل شارع ليه فانوس يعني. أيوة كل كام عماره ليهم فانوس كبير. عايزه اقول لك ان كانت بتتعمل مسابقات على احلى فانوس في المنطقه واكبر فانوس، فكان كل بقى منطقه بتبدع في شكل الفانوس اليدوي ده بيتعمل ازاي. انت بقى بتعملي ولادك فوانيس وحاجات زي كده؟ بصراحه بقيت استسهل واجيب جاهز. بتجيبي جاهز؟ لا انا عايز اقول لك ان انا السنه اللي فاتت عمي الله يديله الصحه عمي مجدي جمعنا وقعد مع ولادي عرفهم ازاي يعملوا فانوس. عمل لنا فانوس كبير بالكرتون. ودي حاجه حلوه جدا. وجبنا الخياميه وبتلزق بورق بنشا. عايزه اقول لك ان احلى حاجه الحاجات اليدويه اصلا جد. الحاجات اليدويه دي بتدي بالظبط بالذات اما الولاد يعملوها ويبقوا حاطينها كده عارفين ان دي بتاعتهم هم. طيب انت هتجيبي لنا ايه بقى من حاجاتك اليدويه اللي انت عملتيها هنا في الاستوديو؟ يعني غير الاكل طبعا، يعني احنا الاكل ده نقرا وان انت تجيبي لنا حاجه. شوفي ايه احلى حاجه انا ممكن عايزينها وانا اجيبها لكم. الزينه ما انت متخصصه في الزينه. ماشي انا اجيب لكم زينه حلوه
حلوه قوي قوي، بس هو رمضان خلص خلاص. انا عايزه اقول لك ان معظم الناس بتتكلم على البطاطس اللي انت بتعمليها. بطاطس يعني هي حاجه كويسه يا جماعه. طب هو انا بس هي بتبقى بطاطس بس تطلع فحم، بس بتطلع فحم في الاخر. لا هو المره اللي انا فعلا عملت فيها رز بقى، وايه جبت الرز والحاجه وظبطتها تمام، والحبايه تحفه خلاص بقى، ده مش معجن ولا اي حاجه وزي الفل. في الاخر اكتشفت ان انا ما حطيتش ملح بعد ما اتعمل. بس انت يا ساره مش انت مش ماشيه بمبدا اذا بلوتم فاستتروا. لا انت لا ليه ليه نفسك سيت وترد. لا 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 خالص، ولا الواحد ياما بيتعلم وياما بيجرب، بس لا انا بحب يعني اهزر معاهم يعني خالص. هم عارفين ان ده مش اكلي اكيد يعني. فعلا؟ اه والله. لا لا حقيقه حقيقه. طيب قولي لنا، الكنافه وقطايف وبلح الشام ولقمه القاضي، السوبيا، السوبيا والتمر. السوبيا حلو قوي. والتمر والرصوص. لا ما بحبش العرصوص، في ناس بتعشقه. لا كده نحط وقفه. انت ازاي ازاي ما بعرفش. لا اغلطي في اي حاجه الا العرصوص. ما انا ما غلطتش، بس ما قلتش ازاي بيتشرب. ما بقدرش يعني متلك كده يعني وتلك. هو على بعد كده ريحته مش بعرف اجيبه خالص. لا ما تهزريش. طب ايه اكتر الحاجات اللي انت ممكن فعلا ما تجيش جنبها في رمضان في الاكل وفي المشروبات يعني؟ في زي انا كده عندي العرقسوس، في ناس عندها لا. انا مش بحب السكريات قوي، بس انا مستحيل في حياتي مستحيل اكل ورك الفرخه مستحيل. ولا اكل الارانب ولا مثلا الفشه او ولا فاهمه انت الحاجات اللي هي الغريبه دي يعني. لا ماليش فيها خالص. انت رمضان دلوقتي بالنسبه لك حاجه تانية. لو كنت يعني زمان كانت الناس بتاكل الكلام ده. لا يعني كان عادي. ودلوقتي كمان عايزه اقول لك ان كان زمان الناس بتاكل كل حاجه وبتاكل اي حاجه، ولقمه بسيطه بتقدري تخترعي من حبه بتنجان عندك على مش عارفه شويه ملوخيه، وبتبقى السفره فيها لمه حلوه. انت عارفه كمان بقى بعد اللمه ديت لما كنا بنخلص اول يوم فطار كنا ناخد بعضينا وننزل على المعز وننزل على الحسين. احنا لسه هنتكلم عن المعز لكن بعد الفاصل. نطلع لفاصل وعلى الله حكايتنا. وانت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. الطبيخ والاكل والحاجات المحروقه والحاجات اللي مش محروقه بالظبط كده، وبتختبرني في كل الاكلات. انا عايزه اعرف بقى انت ايه اشطر اكله انت مشهوره فيها؟ اشطر اكله بس بجد. لا بجد يعني اكله بجد. المكرونه بشاميل والمسقعه يعني بعملهم حلو قوي. بس طبعا عندي ابداعات تانية كتير طبعا بتشوفيها، مش عايزه اتكلم عن لا انا ما بشوفش حاجه يا جماعه، وهي مسكاني من اول الحلقه. انا عملت ايام الحظر دي البسكوت اللي هو بتاع ال10 دقايق اللي مصر كلها عملته ده. ما انا عملته شفتي عندي. هو انا عملت يعني بسكوت زلط. بس هو طلع يعني يا جماعه هو ما طلعتش لوحده لوحدها، هو طلع كله يعني تشيله كده مع بعضه يعني قلب رخام مع بعضه كده تتكسر وتشيله على طول. بص انا هقول لك على حاجه، هي دلوقتي النت يعني زي ما ليه
عيوب ليه مميزات. من ضمن مميزاته ان انت ممكن تدخلي تجيبي اي اكله وتعمليها في ثواني، يعني بتطبقي اي اكله. لكن هي المشكله تطلع ازاي بقى، ديت قضاء وقدر، يعني ده مش مشكلتنا خالص. يعني هو اللي بياكل يعني يحمد ربنا ويقول الف حمد وشكر ليك. طب انت ناويه تعملي كحك ليه؟ انا بعمله كل سنه على فكره، انا بعمله كل سنه، انا بفكر اعمل بيتي فور والقريبه والحاجات البسيطه دي. بصي احنا الكحك العيد برضو بنلم بعضنا كده، وبخلي ولادي ان هم يجربوا، لان انا في للاسف طفولتي كنت مقضيها في دوله بره مصر، فما عشتش ده. يعني ما جربتش ده غير يعني على كبر. يعني انت ما عشتيش بقى السجان اللي هي بتاعت الكحك اللي راح جايه على كبر. من نص رمضان. لا على كبر من نص رمضان يا ولاء. والناس الجميله حبايبنا يا رب ربنا يجيبهم، والجيران بتبعت لبعض. لا تعالي النهارده احنا هنعمل السجان دي، يقعدوا يتجمعوا كلهم ويحطوا بقى دي صينيه القراقيش، دي صينيه الكحك اللي بالعجوه اللي بالملبن فور والغريبه، والسجان راحة جاية على الفرن، والولاد الكبار على طول الشباب بقى ما شاء الله، والبنات هم اللي واخدين الحاجة دي. كان بيبقى ليها متعة تانية خالص. ده من نص رمضان بقى هيبتدي الموضوع ده، من يعني تحسي ان رمضان. ولا ريحة السمنة البلدي، ريحه مغرقة بقى العمر، ريحة السمنة البلدي بتعملي انت ما عملتيش ما جربتيش؟ لا بصراحة ما جربتش، بس يعني كفايه اللي انا بجربه. انت بتجربي. فانا هطلع طلعه الكحك دي يعني ان شاء الله. يعني ارجوك يعني هيبه الكحك. لا هطلع طلعه الكحك وهنزلها لكم فعلا بالوصفه الاساسيه بتاعتها. طيب انا هقول لك على حاجه، احنا هنطلعك بس مباشر، طلعنا بس مباشر عشان نشوف التكات والوصفات اللي انت هتعمليها وانا بعمل الكحك وانت بتعملي الكحك، عشان الناس تشوف الوصفات والتكات لايف يعني، فاهمه؟ هنجربها اكيد. بس برده ما قلتليش ايه، طب احنا مش هنعمل الاكل بعد بصي بعد البرنامج، اوعدك اخليكي تبدعي بس بعد البرنامج. طب يعني انتي حاطه لي كل الوان واشكال وحلل وحاجات. أيوة. طب ايه علشان طبعا بصي إيه؟ احنا هنعمل ايه؟ طب اقول لك بقى احنا ليه تعمدنا نعمل ده. ستات البيوت طول النهار واقفه في المطبخ، فاحنا يعني عاملين زي مشاركه كده اجتماعيه معاكم يا جماعه ستات البيوت اللي واقفين في المطبخ، ربنا يكون في عونكم يا رب، وتاخدوا ثواب الصايمين كلهم اللي بتفطروهم يا رب. فاحنا يعني برضو احنا كمان واقفين في المطبخ وبنتكلم وبنقول وعايزين نعيش روح رمضان، بس ان شاء الله المره الجايه نعمل وصفه من وصفات ساره. اكيد ان شاء الله هعمل لكم حاجه كويسه جميله، بس مش هوريها لكم، مش هدبقها لكم عشان الدنيا تبقى كويسه مع ولاء والبرنامج يكمل. قول لنا يا ساره، طيب طقوسك بقى في الذكر او طقوس رمضان الليليه بقى؟ بصي احلى حاجه طبعا رمضان كله جميل جميل من اوله من اوله لاخره، حاجه كده بالظبط كده. انا بستنى رمضان من السنه للسنه، يعني في ناس تقول لك احنا بنستناه من السنه للسنه. هو فعلا رمضان بينقل حياتنا وبيغير حياتنا بشكل غير طبيعي. ربنا دايما يا رب كده يعود علينا رمضانات يا كتير يا رب ان شاء الله، ويدينا الصحه طول العمر. بجد احنا بنيجي بعد الفطار على طول، تفطري تقومي تصلي المغرب، التراويح بقى بحلاوتها. زمان وانا صغيره كنت بنزل جري على الجامع، بنزل جري على الجامع. انا عايزه اقول لك ان دلوقتي الولاد نفسهم ينزلوا صلاه التراويح، بس طبعا احنا لان عايزه اقول لكم ان كانت في شكوى كانت بتيجي، كانت بيجي لي رسائل ان بتجي لي امهات ولادها عايزين ينزلوا، او اصحاب بناتي يرضيك يا طنط ماما مش عايزه تنزلنا نروح نصلي في التراويح، احنا خايفين عليكم. دي حقيقه. احنا مش بنقول لا طبعا ان انتم ما تنزلوش، بس الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في احترازات وفي حاجات امنيه خطر عليكم ان انتم تنزلوا في الصلاه، وان حتى البنات تنزل دلوقتي لا، فاحنا بس صلوا في البيت يعني. صح. بلاش تنزلوا دلوقتي في الجامع، مع ان روح الجامع طبعا. احنا زمان كنا بنصلي التراويح في الجامع وبننزل نصلي التهجد كمان. أيوة. كان بيبقى في مكان مخصص للسيدات بالليل في الجوامع، وكنت بنزل انا واصحابي نتفق مثلا في الوقت ده. حلوه كمان يا ساره، عمل الخير الله. توزيع الفطار اللي هو قبل الفطار اللي هو انت الناس كلها بتتجمع. بس خلي بالكم امبارح وانتوا بتحدفوا يا جماعه بالراحه يعني. الناس زمان فعلا في اوقات كانوا بيحدفوا البلح كده، فانتوا ليه ما نروحش ندي الناس البلحه كده في ايديهم؟ يعني كيس البلح ده انت لو حدفت الحفه دي ما تعرفش هيحصل له ايه، فبلاش يعني نستثنى الامور دي. برضو كان شباب يلموا بعض، وبتنزلي الولاد كمان يشاركوا في الثواب دوت ان هو يعملوا الوجبات. وفي كان في ما شاء الله مجموعه امهات عملوا مبادره كانت السنه اللي فاتت. طبعا انت عارفه ظروف الحظر كانت السنه اللي فاتت، كانت معظم الاسر ظروفها كانت تعبانه شويه، فابتدى يتعمل بيجيبوا عيش وجبنه وبيض يعني حتى ابسط الحاجات، ويتعمل وجبات في اكياس وتنزل تتوزع ساعه الفطار. بيبقى ليها بهجه. بصي يا ولاء انا روح المشاركه بتبقى حلوه، دي بتبقى حاجه جميله جدا. بس انا نفسي كمان الناس ما تعملش ده في رمضان بس،
بعد رمضان، يعني الناس اللي كانت بتفطرهم في رمضان في ناس برضو بعد رمضان محتاجين متعففه. اه بالظبط كده. وما يقدرش يقول لك انا بيتي فاضي، ما يقدرش يقول لك انا جعان انا ما عنديش اكل. طب واحنا ليه بنبقى مستنيين رمضان عشان نعمل كده؟ طبعا رمضان شهر خير وبركه ونقدر نعمل فيه حاجات كتير قوي حلوه، بس نكمل بقى يعني، ابتدي نخلي لنا هو بدايه ونكمل يا ولاء. اللي كنا بنعمله في رمضان نعمله بعد رمضان، بدل ما احنا الفطار بنعمله بنوزع، احنا ممكن وجبه الغداء مره حلوة. حتى وفي كمان حاجه حلوه قوي يا ساره، معظم البيوت او معظمنا بيتبقى منه وجبات بتبقى فايضه عن الحاجه. ممكن الوجبات دي تتحط بشكل صوره حلوه وتتذوق بطريقه كويسه ويتعاد تدويرها مره تانية، وتبتدي يعني تروح للاسر اللي فعلا محتاجه. وفي كمان اكل الفنادق او اكل يعني، دي برضو مبادره ممكن تتعمل زي اكل الفنادق اللي بيبقى بصوره كبيره جدا او بكميه كبيره جدا، بيبقى اكل يا جماعه يعني حلو جدا. يعني مش الموضوع برضو عشان برضو ونوضح كلام ولاء ان هو مش حد كلو، يعني هو لا في لا اكل جديد، بيبقى اكل جديد بالظبط كده. في ناس يقول لك تعمل جزء ليه، الولاد دلوقتي ما بيحبوش ياكلوا الاكل البيت، يقول لك لا احنا، طب ما الاكل ده بدل ما يبقى بيت نشوف راي حبيبه طيب في الموضوع. نقول الو. الو مساء الخير. طمن. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه. الحمد لله. عامله انت عندك كم سنه يا حبيبه؟ عندي 18. عامله ايه في الصيام يا حبيبه، وايه طقوسك في رمضان؟ الحمد لله. طب ممكن سلام خليك معايا؟ اتفضلي. حبيبه باين عليها سايبه حاجه على البوتاجاز، روح ابص عليها. خلفتك يا ساره حبيبه، ما عاشتش حاجات رمضان زمان، مش هتعرف عنها حاجه. احنا نسينا حاجه مهمه جدا في رمضان، المخلل. الله. لا المخلل اللي هو بقى ايه اللي في كيس كده يا جماعه. أيوة. هو ده، هو ده مخلل رمضان. ايوه كيس المخلل بتاع رمضان دوت. بتلاقي في محلات مختصه وتلاقي عليها زحمه جدا. عايزه اقول لك ان دي بتبقى يعني، بصي قبل الفطار دي تقفي تجيبي المخلل ده عشان الناس بتجيب الميه بتاعت مية. المخلل دي بالنسبه لها بتبقى. أيوة العصير طبعًا. العصير بتاع الفطار ده حقيقي فعلا. ليكي في عمايل المخللات والحاجات دي بتعرفي تعملي؟ يعني خيار مخلل، حاجات الجزر، الحاجات البسيطه بصراحه، مش ما دخلتش على في تقيل. لا لسه ما جربتيش. لا ما دخلتش على كده. كفايه يعني، كويس ان الواحد عنده القدره ان هو جايب الحاجات البسيطه. طيب دربتي ولادك على الصيام ازاي يا ساره؟ يعني ازاي من سن كام نبتدي نقول ان الولاد تصوم، وازاي نشجعهم على الصيام وان هم ما يحسوش ان هو عبء عليهم؟ انا عندي من 7 سنين، عندي يوسف كمان صغير 7 سنين، ده بدايته من الصيام. واخواته برضو نفس الكلام من بدايه 7 سنين. الاول انا كنت الاول وهم لسه صغيرين مثلا من 5 بخليهم مثلا لغايه العصر يصوموا، وبعد كده سنه ورا الثانيه. اه بالظبط كده. وبعدين بقى يجي بقى لغايه 7 اقول له بقى يكمل، بس انا ببقى على حسب مقدرته ان هم جسمهم صغفيف وضعاف كده. احنا بنقول ان هي مش يعني، انا اولادي لا، انا اولادي صاموا يمكن من 4 سنين. كانوا لا ابتدوا يصوموا الحمد لله، وبيقدروا يقاوموا شويه يعني، او ممكن لحد العصر، بعد كده ابتدوا يكملوا على اخر الشهر، ابتدوا يكملوا لحد المغرب. وهي بتبقى قدرات طبعا. مش تقسي عليهم يعني، مثلا لو جه في يوم قال لك انا هفطر ومش قادره اصوم، حسيتي فعلا ان هو تعبان لان هو جسمه بيفقد سوائل كتيره جدا. في حاجه حلوه قوي كمان غير الصيام، لازم نعرفهم حلاوه العشر الاواخر في رمضان. انا بجيب ولادي في العشر الاواخر وبنصلي تراويح مع بعض، وبنصلي صلاه التهجد اللي هي بتاعه خاصه كمان اكتر ليهم العشر الاواخر. بعرفهم يعني ايه العشر الاواخر بتاع رمضان، ازاي ليله القدر دي موجوده فيه. طيب وازاي تقدر. قبل ما نتكلم على دوت هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل على الحكايه. وانت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. Thank you.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وعلى الله حكايتنا. كنا بنكلم قبل الفاصل على ليلة القدر واخر 10 ايام في رمضان وازاي تجهيزاتك للولاد الصغيرين. لازم حلاوة الموضوع دوت ان احنا نعرفهم من صغرهم ان يعني ايه ليلة القدر وازاي يكسبوا الليلة ديت على قد ما يقدروا. انا اي ام تبتدي تعمل الموضوع ده تجمع ولادها في الصلاة وهم بيصلوا عادي تقوم يتوضوا معاها وتصلوا مع بعض ويقعدوا تاخدهم كده ويقعدوا يدعوا مع بعض. على فكرة دي سنة ورا التانية ورا التالتة انتوا هتلاقي الولاد بعد كده هما لوحدهم عارفين الموضوع ده. يعني انا ولادي دلوقتي خلاص انا معودهم بقالي كده سنة فاللي يجي رمضان عارفين بقى الطقوس بتاعته. انت عارفة كمان يا سارة غير كده ايه؟ ان احنا بنعلمهم التراحم. بنعلمهم الود. بنعلمهم ازاي لمة الاسرة. ازاي انت مش بتدعي لنفسك انت بتدعي لناس عزيزة عليك. فده نخلق بذرة جديدة من التسامح والتعاطف بين الناس. وكلنا بيبقى عندنا أخطائنا لكن دايما مش عيب ان احنا نصلحها وعيب ان احنا نطلع بشكل جديد وبروح جديده لاولادنا ونخليهم يشاركوا في حياه اجتماعيه. يعني احنا بنخليهم يشاركوا في عمايل الفطار يشاركوا في عمايل الكحك. دي كلها بتعلمهم مشاركه اجتماعيه وتراحم وود. وتطلعي عند جارتك ديت تديها حاجه وهاتي من عند جارتك ديت طبق مش عارفه ايه بيبقى. وامر الدين احنا ازاي ننسى طبق امر الدين يا جماعه المهلبيه. الله لا يعني ازاي عايزه اقول لك انت شو بتعملي القمر الدين على المهلبيه؟ بحبه على يعني بحب المهلبيه على الجيلي. لكن قمر الدين ده ليه طقوس كده لوحده ما ينفعش احط معاه حاجه. يا جماعه على فكره الستات بتخترع الحاجات الحلوه دي اللي فيها ما شاء الله. عايزه اقول لك ان في ستات ما شاء الله عليهم بيعملوا حاجات تحفه وحتى منظر الاكل بيشدك وبيخطفك وبتبقى لفته حلوه. ولاء ما انا من بدري وانا عماله اقول يلا نعمل في الاكل طبعاً مفيش غيرك. فايده يعني الاطباق فاضيه وانا ماسكه الكبشه من اول الحلقه على حس ان انا هعمل حاجه. معانا اتصال من الشيخ احمد عبد الله. الو الو يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا يا فندم مع سيادتك الاستاذ احمد عبد الله. اهلا بحضرتك يا شيخ. بس انا الحمد لله يعني الحمد لله الحمد. اهلا بحضرتك وطبعا يعني فرصه سعيده جدا اتصال حضرتك وتقول لنا بقى فضل. قبل كل شيء انا بهني حضراتكم ب يعني برمضان اجواء رمضان الجميله اللي هي يعني احنا بتمتعنا وبنستناها من السنه للسنه. وهي بصراحه يعني عايشين احسن ايام والله في رمضان. الحمد لله كفايه بس. والله وقبل وبادئ ذي بدء انا بحيي وبحب اشكر الاستاذ جورج اللي هو شكر المسلمين دي الوحده الوطنيه بتاعتنا. طبعا اكيد اكيد. دي حاجه جميله يعني. قول لنا بقى يا شيخ احمد بيسالنا الاطفال دايما يا ساره احنا ليه بنصوم؟ فتقدر تقول ايه للاطفال يشجعهم على الصيام وايه الحكمه من ان هم بيصوموا؟ طبعا الاطفال دول حبايبنا. الاطفال دول لازم نقف معاهم ونشجعهم على الصلاه وكمان نعلمهم ازاي نحب بعض ونعيش سعداء في بلدنا الجميله الحبيبه مصر تحت قيادتنا الرشيده والسيد الرئيس الهمام شايل على عاتقه حاجات كتير. بنحييه بنقول له كل سنه وانت طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بنشكرك جدا بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك جدا ورمضان كريم عليك يا رب وعلى كل حبايبك. في ختام بقى يا ساره كده عايزين نقول للناس احنا الحين خلصنا. والله القعده معاكي حلوه وانت كمان بجد واستمتعت جدا انا معاكي. حتى احنا بنتكلم مش على الهوا احنا كاننا قعدتنا العاديه. احنا بنعمل لكم حاجه خفيفه كده علشان خاطر الاكل اللي ما تاكلش وما تعملش هيتعمل بعد الفطار. بعد الفطار لا بس انا مصممه هجيب لكم واعمل لكم الاكل ما فيش كلام. هقول لكم احنا هيبقى معانا انتينيل وهيبقى معانا كل الوصفات الطبيه بعد الاكل. مبسوطه قوي معاكي يا ساره. وانت كمان يا ولاء ربنا يخليكي. شكرا. ومبسوطه كمان ان انت دخلتينا في مود رمضان النهارده. كمان اللوك بتاعك جميل قوي. بلوك لرمضان بسانتو دياستي. يعني اطفال بسانتو دياستي انا بحبها جدا. عايزه اقول لكم ان احنا اللي بنتابع الكرتون عن ولادنا. بنشكركم جدا وبشكرك جدا يا ساره. شكرك يا ولاء. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نكون معاكم في حلقات ثانيه وعلى الله حكايتنا.